فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير لا من باب القصاص؟ لا، لا يجوز. لا يقتل. هل يجوز أن يقتل المسلم بالكافر من باب التعزير لا من باب القصاص؟ لا لا، عند الحنفية نعم يقولون هذا، يقتل المسلم بالكافر إذا كان في هذا ردع للعدوان، لكن الجمهور يقولون لا، ما يقتل المسلم بالكافر لعدم المكافأة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.